وكمان بنتكلم عن القطاع الطبي، فهو من القطاعات اللي حصل فيها تطوير كبير جدا بعد 30 يونيو. شفنا اطلاق العديد من المبادرات الرئاسيه في قطاع الصحه، واللي كان ليها في الحقيقه تاثير كبير جدا ومباشر في النهوض بالصحه العامه للمواطن. ولو هنتكلم عن يمكن من اهم واكبر الانجازات، هو طبعا القضاء على فيروس سي. فيروس سي كان مشكله كبيره ومصر عملت فيها طفره، ومنظمه الصحه العالميه قالت ان فعلا مصر عملت طفره. من المشاريع المهمه جدا في القطاع الطبي ايضا منظومة التأمين الصحي الشامل، هذه المنظومة اللي بتتضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتتضمن أيضا تحقيق تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين، واللي بدأت وشفنا بدأت في عدد من مدن القناة، وهتستمر حتى تغطي كامل محافظات الوطن المصري. خلينا نشوف التقرير اللي بيتضمن كل عروض الجهود الطبية. ركزت الدولة على مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين منظومة الصحة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطن في إطار من العدالة والإنصاف وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أكد التقرير حرص الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. وبناء على ذلك تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل. وأشار التقرير لسعي الحكومة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري بشأن زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أصدرت وزارة المالية في يوم 26 من إبريل عام 2023 بياناً أشارت فيه إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة من خلال زيادة مخصصاتها في العام المالي المقبل لتصل إلى 397 مليار جنيه بزيادة قدرها 92.5 مليار جنيه، بما يعادل 30.4%، إلى جانب زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك زيادة بند العلاج على نفقة الدولة، وأيضاً الدعم الموجه لبرنامج التأمين الصحي مع زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ.